بنغازي مراسلنا صالح أبو معيزة. أرحب بك بداية صالح في نشرة أخبار ليبيا الحدث، وأطلعنا على ما لديك من مستجدات في الشق الخدمي داخل نطاق بلدية بنغازي. نعم، تحية طيبة لكل مشاهدين قناة ليبيا الحدث. نحن الآن متواجدون أمام جزيرة الجعب، هذه جزيرة معروفة لدى أهالي مدينة بنغازي. الأمن والأمان داخل المدينة يسير على قدم وساق بتوفير الأجهزة الأمنية، الأمن داخل المدينة، أيضا رجال المرور ورجال قسم النجدة ورجال البحث الجنائي يقومون على ردع كل من يمس بالأمن داخل المدينة. ننتقل إلى الوضع الصحي. أعلن مركز بنغازي الطبي عن فتح العيادات الخارجية لجميع التخصصات واستقبال المرضى بمراعاة الإجراءات الاحترازية بارتداء الكمامات واستعمال المطهرات والمسافة القانونية في غرف الانتظار. أما بخصوص برج الأمل المتواجد في بنغازي، مركز بنغازي الطبي المعد من قبل اللجنة الاستشارية الطبية الهوائية عن ارتفاع عدد الحالات المشتبه بها والمخالطة داخل البرج ليصبح العدد الكلي لمصابين فيروس كورونا ب 93 حالة داخل هذا البرج. أيضا أعلن مكتب الإعلام بمستشفى الهواري قسم الهواء أنه يشتغل بالحد الأقصى لاستيعاب الحالات المرضى وإعلان النداء العاجل بتحمل الجميع المسؤولية، وندد بأن يكون المواطن مختص ب المواطن ايضا يكون باستعمال الحالات استعمال الاجراءات الاحترازيه. كما اعلن ايضا عن شفاء 4 حالات كانت مصابه بمرضى كورونا. نعم. وهي امراه وطفل ورجلين، ليكون عدد الاجمالي الحالات الشفاء داخل مستشفى الهواري 9 حالات. ايضا ننتقل الى الجانب الخدمي من أعمال تقوم بها بلدية بنغازي. استلم مكتب المشروعات ببلدية بنغازي مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عدد 36 مضخة غاطسة. هذه المضخة ستحل أزمة كبيرة خاصة بمشاكل الصرف الصحي. أيضا ضمن الأعمال مشاريع لجنة إعادة استقرار بنغازي قامت بأعمال الرصف وأعمال رصف الطرق ورصف ممرات المشاة داخل المدينة لظهورها بشكل آخر وتغيير جذري في الشوارع. أيضا من أعمال البلدية قامت بتوزيع عدد 43 صندوق خاص بالقمامة للحد من انتشار القمامة داخل المدينة. أيضا قام وزير التعليم باعتماد وإشهار للدراسة عن بعد. هذه الدراسة ستمنح الطلبة دراسة من بيتهم عبر الإنترنت احتفاظا وعدم ذهاب هذا العام هدرا، ليكون كل المناطق أو كل المجموعة الخاصة بالطلبة أنها تكون في نفس السياق. نعم. التعليمي. هذا كل ما لدينا من أخبار في بلدية بنغازي. نتمنى الشفاء العاجل لكل مرضى كورونا، ونتمنى أيضا من المواطنين بأنهم يقوموا. نعم. بالإجراءات الاحترازية بارتداء الكمامات وعدم المخالطة وأيضا الحد من التجمعات الرئيسية. نعم مراسل.